خرج ليتنزه فضل الطريق واختفى 4 أيام، كاد أن يفقد حياته لولا أن عثرت عليه الكلاب في اللحظة الأخيرة. فما هي قصة اختفاء طبيب أمريكي في كولومبيا؟ يوم السبت 19 أغسطس، خرج الطبيب الأمريكي دوان دوبيرسكي البالغ من العمر 73 عاماً للقيام بجولة في منتزه إغواكو بكولومبيا، لكنه لم يعد. أصدقاء وأقارب الطبيب أبلغوا على الفور عن اختفائه، فبشر كل من الصليب الأحمر ورجال الإطفاء وعمال البلديات بالبحث عنه دون جدوى في عملية دامت 4 أيام حتى نجحت الكلاب بالعثور عليه. pudimos dar con el paradero de este ciudadano. Los paramédicos de la Defensa Civil Colombiana se insertaron hasta el punto, tomaron sus signos vitales, evaluaron su condición física y fue extraído durante aproximadamente 5 kilómetros. الطبيب كان عالقا وسط أشجار كثيفة سببت له إصابات سطحية في القدم، وكان مسلوب القوى بعد أن أمضى 4 أيام دون طعام، لا يستطيع الكلام أو مناداة فرق الإنقاذ، واستمرت محاولات إنقاذه نحو 5 ساعات. الطبيب نقل على الفور إلى أقرب مركز صحي حيث جرى تضميد جراحه وتعويد جسمه على تقبل الطعام من جديد.